بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بالشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير أواخر سورة البقرة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما نزل قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا سيحاسبون عما في أنفسهم، عما يخفون في أنفسهم، فإن هذا شديد عليهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فعند ذلك امتثل الصحابة لله ورسوله وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم أنزل الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد ذلك خفف الله عنهم فقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا دعاء ألهمهم الله إياه، نطقوا به. والله جل وعلا يقول بعد كل آية: قد فعلت، قد فعلت، أي تقبل الله منهم هذا الدعاء وخفف عنهم وفرج عليهم
نتيجة لامتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى وقولهم سمعنا وأطعنا على ما حملتهم الآية من المشقة، آمنوا بالله وأعلنوا السمع والطاعة لله ولرسوله، فعند ذلك خفف الله عنهم وتقبل دعاءهم وفرج الله كربتهم. وهكذا يجب على المؤمنين أن يمتثلوا ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تبرم ولا تثاقل، بل يبادرون بالإيمان والسمع والطاعة لله ولرسوله، ثم إن الله جل وعلا يخفف عنهم ما أهمهم ويستجيب دعاءهم. فكان في هذه الآيات عبر وعظات للمؤمنين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على شاشة البرنامج، 80 88 3 0 1 1 المفتاح 80 88 3 0. فضيلة الشيخ، أسئلة وردتنا قبل بداية البرنامج. هذا السائل أبو محمد يقول: ما حقيقة التوسل؟ وهل أول من قال بمنع التوسل بالأموات الصالحين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ التوسل معناه التقرب إلى الله جل وعلا، والوسيلة هي القربة والطاعة إلى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه سبحانه بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي الوسيلة في كتاب الله عز وجل. وأما أن تطلق الوسيلة على الواسطة بين الله وبين خلقه كما يفعله المبتدعة والمشركون وغيرهم، فإن هذه وسيلة غير صحيحة. والله لم يجعل بينه وبين عباده وسائط يتقبل منهم بواسطتهم ويغفر لهم بواسطتهم، بل إنه تعالى سميع مجيب، يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة ويريد الخير لعباده، فلا حاجة إلى أن يجعل بين العبد وبين ربه وسائط. وهذا شيء محدث ولا أصل له. فالوسيلة هي الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة الشرعية الصحيحة، وليست الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة يرفعون له حوائجك ويتوسطون عنده لك، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يسمع دعاءنا ويقضي حاجاتنا بدون أن نوسط أحدا بيننا وبينه. نعم. يقول لي الفقرة يا شيخ: هل من أول من قال بمنع التوسل بالصالحين الأموات هو شيخ الإسلام؟ ليس هو أول من قال بذلك، ولكنه رحمه الله لما وجد الناس قد استغرقوا في هذه البدعة وهذه المحدثة وهي اتخاذ الوسائط من الأولياء والصالحين والأموات بينهم وبين الله، إنه أنكر ذلك وبين معنى الوسيلة الموصلة إلى الله سبحانه
أنها الطاعة والعبادة وليست وسائط المخلوقين فيما بينهم وبين الله، فهو إنما بين لهم ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما عليه السلف الصالح. نعم. له سؤال آخر يقول: ما حكم الشرع في نظركم في طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا تعد؟ طلب الشفاعة من الرسول بعد موته لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في حياته كانوا يطلبون منه الشفاعة بمعنى الدعاء، يطلبون منه أن يدعو الله لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. أما بعد موته فلا يطلب منه شيء. وكذلك في يوم القيامة إذا بعث الناس وطال عليهم الوقوف في المحشر يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم ليستريحوا من المحشر، لأنه يكون حيا حين ذاك عليه الصلاة والسلام، وجميع الخلق قد بعثوا وصاروا أحياء. أما في حالة الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا قضاء حاجة. نعم. أبو فارس من الباحة معنا على الخط، تفضل يا أبو فارس. أبو فارس اقصر التلفزيون شوي الله يعافيك واسمعنا من الهاتف يا أبو يلا تفضل أبو فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. ألو. نعم نسمعك تفضل. نعم يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة مختصرة الله يطول عمرك. طيب. إذا ذهبت لمكة أخذ عمره، عندي عمليتين في الظهر، ألبس حزام طبي. طيب. طبي. و طيب. طوف طوف السعي في عربية. طيب. خلوا يوفر التشويش هذا. يا أبو فارس، أبو فارس اقصر التلفزيون شوي، الآن مشوش علينا. اكسر التلفزيون تفضل. يلا. هل يجوز اخذ اذا ذهبت مكه اخذ عمره من ترحيم الوالدي ووالدتي؟ اعد السؤال من اول. لحظه يا ابو فارس، لابو فارس اطرح السؤال شوي وابعد عن التلفزيون تفضل. التلفزيون سكرته. طيب تاخذ عمره تقول؟ اقول البس حزام مشد انا عشان عندي عمليتين في الظهر. ألو. نعم. لا بأس. ألبس حزام مشد طبي أثناء العمرة. طيب. شكرا. والشيء الثاني أخذ عمرة الوالدي والدتي يجوز من الترحيم. طيب. اللي بعدها طال عمرك بناتي، اللي أربع بنات الله يصلحهم، يتعبوني في الصلاة، كل واحدة في غرفة ما يقومون إلا بالتعب، المغرب، الظهر، العشاء، الصبح. طيب واضح الأسئلة، شكرا شكرا. نعم هذه ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول فهو حكم استعمال المشد لظهرك وأنت محرم، لا بأس به، لا بأس بذلك، لأنه لحاجة، فهو مثل الحزام الذي يكون على الحرام ليضبطه. وأما السؤال الثاني فهو تقول نعم يريد أن يأخذ عمرة من التنعيم عن لوالده. أما السؤال الثاني، إذا وصلت إلى مكة وأديت العمرة عن نفسك وتريد أن تأخذ عمرة أخرى أو عمرة ثالثة فلا بأس بذلك، لكن تخرج إلى أدنى الحل أو إلى الحل الذي هو خارج الحرم والأميال، الجعرانة، في التنعيم، في عرفة، خارج أعلام الحرم، تحرم بالعمرة ثم تأتي إلى مكة وتؤدي العمرة، هذا لا بأس به. ولكن لو كان بين العمرتين فاصل من الوقت بحيث أن الرأس ينبت ويكون فيه شعر يكون هذا أحسن. وأما السؤال الثالث وهو أنك تتعب من إيقاظ بناتك للصلاة
فهذا شيء تؤجر عليه، وعليك بالصبر والاستمرار في ذلك. قال الله جل وعلا لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فاصطبر عليها، فاصبر على بناتك وأنت على أجر، والله جل وعلا يعينك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: حلفت أختي ألا تدخل بيت أختها لخلاف حصل بين الأولاد، والآن خافت أختي من قطيعة الرحم. الأمر سهل في هذا، أي أنها تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، تحرير رقبة، يعني عتق رقبة من العبيد، مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. إذا لم تقدر على شيء منها فإنها تصوم 3 أيام ثم تنحل يمينها. وكونها تكفر وتصل أختها هذا أفضل، وهو الواجب عليها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. أحسن الله إليكم. معنا أيضا أبو سيف من الدمام، تفضل أبو سيف. زين. تفضل. يا أخوي عندي سؤالين. السلام عليكم، تفضل. والسلام والرحمة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول: يا طول العمر كان سيرت على أخوي ابن ولد أخويا، ولأن بينهم تفاهم ويا على دعمه إخوان، بينهم تفاهم، وقلت والله لو ما سيرت عليهم فالعرسني ما أطلب بيتك. طيب. والرجال أخذت الأيام وحاشتني الحموه اللي ما قطع قطيعه، ما داني ما باقي قطيعه. سيرت على. طيب شكرا. نكتفي. يجاوب الشيخ. نعم نعم، كفر عن يمينك، لأنك حلفت أنك ما تطب بيته، وبعدين طبيت بيته ودخلت بيته، فتلزمك الكفارة، وهذا أحسن، أنك تدخل بيته ولا تستمر على القطيعة يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد المجيد يقول: رجل نوى أن يصوم قضاء رمضان من الليل بعد أن يتسحر، لكنه لم يحصل له يا شيخ أن قام لأكلة السحر حتى طلع عليه الفجر، فهل يلزمه أن يتم الصوم لهذا اليوم؟ إذا كان في رمضان يلزمه أن يتم الصوم ولا يأكل بعد الفجر. أما إذا كان الصوم نافلة فهو مخير، إن شاء واصل الصيام وإن شاء أكل. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، رجل أراد أن يشتري ملابس معينة من بائع، لكن وجد أنها قد نفذت، فطلب البائع من المشتري عربونا كي يضمن أنه سيشتري منه هذه الملابس إذا جاء بها بعد أسبوع أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يجوز هذا أو يدخل ضمن بيع من لا يملك؟ هذا لا يجوز، لأن المبيع ما هو موجود في ملك البائع، وإنما سيحضره، ربما يحضره أو لا يقدر على إحضاره، فلا يكون هناك بيع إلا بعد إحضار السلعة. نعم، إذا كانت السلعة موصوفة بالذمة وتنضبط بالوصف فإنه يجوز أن يشتري منه، لكن بشرط أن يسلم القيمة في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج مرة ثانية يظهره مخرج هذه الحلقة معجب الزهراني على شاشة التلفزيون. امرأة تقول: الشيخ صالح، إذا أرادت الاستنشاق حين الوضوء تبل الأصابع أو أحد الأصابع بالماء ثم تدخل ذلك في أنفها، هل يجزي هذا الاستنشاق؟ ليس هذا هو الاستنشاق، أنها تبل أصبعها وتدخله في أنفها، لابد من جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس، فثم
تخرجه بنفس لأجل أن يتبلغ داخل الأنف بالماء، ولا يكفي أنها تدخل أصبعها المبلولة. نعم. أيضا هذا سائل وصل، الأسئلة هذه وصلت من أحد الإخوة، يقول هل يجوز لي أن أقترض من صاحب محل ذهبا يا شيخ للاستعمال وأرده له بعد سنة؟ إن كان أنه من باب البيع لا يجوز إلا التقابض في المجلس، تسلم القيمة وتستلم الذهب. أما إذا كان هذا من باب العارية فلا بأس بذلك، إنه يعيرك الذهب سنة أو أقل أو أكثر، ثم إذا انتهت حاجتك به ترده إليه. نعم. يقول أبو عبد المجيد الشيخ عندنا في بلدنا إذا أرادوا دفن الميت يتيح لجميع من حضر دفن الميت بأن يحثوا عليه التراب مما يؤخر إتمام الدفن، هل هذا الفعل صحيح يا شيخ صالح؟ هذا هو السنة، أن الحاضر يشارك في دفن الميت ولو بحفنة من التراب أو قبضة من التراب، ولكن إذا ترتب على هذا الازدحام وتأخير الدفن فإن هذا أمر يترك ويبادر بدفن الميت. نعم. طيب، معنا أبو سعود من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم، عندي سؤالين الله يعطيكم العافية. تفضل. السؤال الأول، هناك امرأة أسكنت معها امرأة أخرى معها بنات، وقالت لها اسكني معي في البيت، ثم توفت هذه المرأة صاحبة البيت. ممتاز. والمرأة التي معها بنات ظلت في البيت ولم تخبر أي جهة مختصة بأن المرأة صاحبة البيت توفت، وصاحبة البيت ليس لها وريث أبدا. السؤال، هل تأثم المرأة إذا لم تخبر أي جهة مختصة وظلت في البيت، أم لا شيء عليها إذا ظلت في البيت؟ يجاوب الشيخ. إذا توفيت المرأة صار البيت للورثة، إن شاءوا أخرجوها وإن شاءوا أجروها إياه، وإن شاءوا سمحوا لها بدون آجار، هذا راجع للورثة، لأن البيت انتقل من ملكية المرأة المتوفاة إلى ملكية ورثتها. وأما قولك إنها ليس لها ورثة، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة لتنظر في الموضوع، ربما يكون لها عصبة، ربما يكون لها ذو أرحام فيكون لها ورثة. نعم. السؤال الثاني. طيب إذا ما في ورثة أبدا بتاتا، يا أخي راجع المحكمة الله يهديك. طيب، السؤال الثاني. تفضل. قيام داود عليه السلام أفضل قيام، حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قيام قيام داود عليه السلام، ممكن بس لو تشرح بالتفصيل قيام داود عليه السلام كم الفترة أو كم المدة بالساعة؟ شكرا. يا أخي، قيام داود بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، السدس الأخير، فيكون إذن داود عليه السلام يقوم في جوف الليل، ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا قيام داود عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إفشاء السلام بقولنا السلام على من اتبع الهدى هل يجزي؟ هذا لا يجزي في حق المسلم، هذا في حق الكافر. إذا كتبت له تقول السلام على من اتبع الهدى، إذا كنت تريد أن تدعوه إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى رؤساء الكفار ويقول السلام على من اتبع الهدى، كما كتب لكسرى وقيصر. أما إذا كتبت إلى مسلم فإنك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد المجيد الشيخ، ما الكتب التي ينصح بها الشيخ طالب العلم بمداومة القراءة وتكرارها والنظر فيها بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أما بعد كتاب الله فتقرأ في أصح التفاسير وأيسر التفاسير مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هذا أحسن. وأما في السنة فتقرأ شروح الأحاديث التي تقرأها من الصحيحين أو من غيرهما. نعم. يقول السائل أبو عبد الرحمن في هذا السؤال الذي أرسله بالفاكس: اشتريت من محل طعاما ثم بعد ذلك أصيب ابني بمرض يخص هذا الطعام، لكن يا شيخ لا أدري هل السبب من الطعام الذي اشتريته من المحل أم من غيره، فكرهت الشراء من هذا المحل، فهل هذا داخل في التطير المنهي عنه؟ نعم، هذا إذا كنت تتوقع أنه من هذا المحل وأن الطعام الذي فيه غير صحي اتركه وأرح نفسك من الوساوس، والأمر في هذا سهل، المحلات كثيرة وفيها ما تريد والحمد لله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. تغميض العينين طلبا للخشوع وخصوصا في الصلاة، وما الحكم إذا كان الإنسان قليل الخشوع في الصلاة شيخ؟ يكره تغميض العينين في الصلاة إلا لسبب، إذا كان أمامه ما يشغله فلا بأس أن يغمض عينيه لأجل ألا يتشوش في الصلاة، أما إذا كان ليس هناك سبب فإنه يكره تغميض العينين. وأما الخشوع فهذا شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في القلب، ولكن من أسبابه تدبر القرآن، تدبر سورة الفاتحة، تدبر قراءة ما تيسر بعدها، تدبر القرآن يسبب لك الخشوع بإذن الله. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ: قدم شخص من خارج البلد بمجموعة من الألبسة وباعها على أهل البلد برخص، ثم علم أن ثمنها في هذا البلد أكثر مما باعها به، فهل له خيار الغبن؟ إذا كان مخدوعا في الشراء أو أن أهل السوق يعني استقبلوه خارج السوق قبل أن يصل إلى السوق تلقوه، هذا منهي عنه، وإذا وصل السوق ووجدهم قد خدعوه فله الخيار. أما إذا كان باع بعد ما وصل إلى السوق وظهر غبن كثير فله خيار الغبن، أما إذا كان الغبن يسيرا مما يتغابن فيه الناس فإنه ليس له الخيار في هذا. نعم. نأخذ مبارك من الرياض، تفضل يا مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. نتكلم إيش عليه؟ تفضل. السؤال الأول: وش معنى لا تزر وازرة وزر أخرى؟ ها؟ لا، وش معنى لا تزر وازرة وزر أخرى؟ طيب لحظة. السؤال الثاني. لحظة خلي يجاوب الشيخ. ما فهمت السؤال. يقول الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، الآية واضحة أنك لا تؤاخذ بفعل غيرك، كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا يحمل الإنسان جريرة غيره أو جريمة غيره. طيب، في ارتداد. نعم، نكتفي بسؤاله. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مجموعة من الأشخاص وعددهم 6 أشخاص أخذوا سيارة بالتقسيط، كيف يكون الدفع والتقسيط لهذه السيارة بينهم؟ على حسب ما شرطوه، هذا على حسب ما شرطوه، إن كانوا لم يشرطوا شيئا فهم سواء، كل يتساوون في الدفع، أما إذا كانوا شرطوا أن عليك الخمس وأنت يا فلان عليك العشر وأنت يا فلان عليك كذا وكذا، فعلى شروطهم، كل يدفع ما التزم به. نعم. هذه سائلة تقول بأنها حجت منذ عدة سنوات وكان عمرها في حدود 15 من العمر، تقول يا شيخ: ولم أطف طواف الوداع لعدم المعرفة
بهذه المناسك ومضى على ذلك سنوات. نعم، باقي عليها فدية، باقي في ذمتها فدية عن طواف الوداع، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم أو توكل من يذبحها نيابة عنها ويوزعها على الفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، رجل عنده زوجتان وأراد السفر، فطلب منهن أن يسافرن معه، فرفضت إحدى الزوجتين، هل يلزمه إذا قدم من سفره أن يسافر بالأخرى مع أنه عرض عليهن السفر معه جميعا؟ التي رفضت ليس لها حق، وأيضا ما يلزمه أنه يعطي التي لم تسافر، يعطيها بقدر الأيام التي سافر بها في المرأة الأخرى، لأنه مسافر، وأيضا هو أمرهن بالسفر معه ولكنها رفضت، فهي أسقطت حقها. نعم، أحسن الله إليكم. في ختام أسئلة السائل أبو عبد الرحمن يقول: إذا أحدث الرجل أثناء غسله للجنابة حدثا أصغر، فهل يلزمه أن يتوضأ بعد إتمام غسله أو يكتفي بإتمام الغسل فقط؟ لا، لازم يتوضأ، لا يصح له هنا إلا الغسل، فيلزمه أن يتوضأ بعد الفراغ من الغسل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للعمرة، هل لابد أن يكون بين العمرة الأولى لنفسي وبين العمرة الثانية لوالدي أيام أو ساعات، وما الأصح في ذلك؟ الأولى أن يكون بين العمرتين فترة ينبت شعر رأسه لأجل أن يحلقه أو يقصره في العمرة. نعم. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ يقول: كيف لشخص يريد أن يأخذ قرضا ليكون حلالا فضيلة الشيخ، من رجل عنده سيارات في بيته وفي مزرعته، ما الأصل في هذا البيع؟ هذا ليس قرضا، هذا بيع، يشتري السيارة التي تصلح له بقيمة حالة أو بقيمة مؤجلة على حسب ما يتفقان عليه، وليس هذا قرضا، هذا بيع. نعم، تفضل يا إبراهيم من مكة المكرمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، كيف حالك؟ عندي يا شيخ ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: هل يجوز الزكاة من أخواني علي؟ طيب، يجاوب الشيخ. إذا كنت فقيرا محتاجا فلا بأس بأخذ الزكاة من إخوانك إذا كنت محتاجا فقيرا. نعم. طيب. ألو. نعم، السؤال الثاني يا أخي. السؤال الثاني: أنا عندي صبي راعي غنم وضيع غلمي، وبعد كم يوم دد علي وقال أبغى الحساب، وعطيت حسابه ووتيت فيه، هل علي شيء؟ الله، هذه خصومة بينك وبينه، إن صلحتم فيما بينكم فالحمد لله والصلح خير. طيب، تفضل اطرح السؤال الثالث. السؤال الثالث: عندي كلاب الله يعزكم، وديتها عند البلاد فيها بعد كم يوم أعبي بركة لها وتشرب وأخليها عند البلاد، أنا كبيتها. الكلاب هذه للحراسة ولا وش قصدك فيها؟ إذا كانت لحراسة المزرعة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت اقتناء للكلاب بدون حاجة هذا لا يجوز اقتناء الكلاب وإدخالها في المكان بدون، لأن هذا ينقص من أجرك، كل يوم ينقص لك قيراطان من الأجر. نعم، أحسن الله إليكم. أو قيراط واحد. نعم، جزاكم الله خير. الشيخ هذا يقول: ما رأيكم في من يكثر من النذور فضيلة الشيخ، وهل يلزمه شيء؟ نعم، إذا نذر نذور طاعة
إذا نذر نذور طاعة فيلزمه فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ولو كثرت النذور، على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر ابتداء، لأنه يورط نفسه ويحملها ما يشق عليها، لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان النذر نذر طاعة. نعم.